انا راح احكي نكته صارت هاي النكته سواها البنك المركزي بالشعب العراقي. كل الشعب الان اللي يروح سفرات الايران البيروت يروح عمره يروح مدري وين تركيا يروح يشتري دولار 30 ورقه 20 ورقه من المصارف، وصارت حركه تجاريه مو طبيعيه المصارف الاهليه والصرافات والدكاكين، ومفتوحه من يوم المنصه الى الان ما شاء الله. والبشره الساره اجتنا وقبل 10 ايام البنك المركزي قال يابا بعد ماكو المواطن اللي يريد يسافر يقدم رقم الجواز مالته واسمه اخويا ورقم الفيزا ويحجز والحلول امور اتمته. يا الله راح نخلص من المعقبين من السماسرة من الفساد. طلع الموضوع كله كذب، حصروا المنصة. هسه انت طب كل عراقي طب الان حامل جواز يلقى المنصة مسدودة، والله شنو عليها لود، والمصارف الحكومية والاهلية معتمدة على معقبين ياخذون على الجواز الواحد. خويا تريد 30 ورقة تسلم بالمطار؟ اعطيني اجيب لك على 132 بس انا عمولتي 100 دولار او 200 دولار اذا في اي بي. معقولة؟ معقولة وصلنا الى هذا الحد نسوي منصة حتى ننفع بيها الدكاكين مال الاحزاب والمعقبين والسماسرة والمواطن اللي قلنا له تعال طبع التطبيق ناصبين عليه احنا؟ خويا السيد السوداني تدري؟ انا صور ما تدري، لان الحاشية ملوثة والبنك المركزي ما يوصل لك، والمواطنين الان كفيلك محمد ولا واحد راح يسافر عده دولار امريكي، وراح يروح هم للسوق وهم يبيعوا الهياب 170، والحراميه مسيطره على الدولار. بالمناسبه نسيت قبل لا اختم، البنك الاردني اللي يشتري 100 مليون دولار باليوم، بس ارد احب اقول لك شغله، 12 مصرف عده فرع باسرائيل. فللكيان، سلام عليكم.